السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. يقول الله تعالى في التنزيل العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وورد النص النبوي في السنة المطهرة بالقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نصان استدل بهما فريق كبير من علماء المسلمين على أن الإنسان بالمطلق يولد على ملة الإسلام ويفطر على توحيد الله سبحانه وتعالى وقصده عز وجل، وهو ما يسمى بالفطرة التي انفرد الإسلام في تقريرها عن الشرائع والديانات الأخرى. حلقتنا هذه نبحث فيها مفهوم الفطرة وأوجه الاستدلال عليها وأثرها في تكوين وعي المسلم وخصائصه العقلية والنفسية والروحية، ونعرج أيضا على منهاج الإسلام في حماية فطرة الإنسان وتنميتها بما يحقق المقاصد والغايات التي أرادها الشارع. تفاصيل هذا الحديث بعد هنيها. إذن الفطرة في الإسلام وأثرها هو عنوان هذه الحلقة التي يسعدنا أن نضيف فيها الدكتور حسن الخطاف، أستاذ العقيدة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم طبعا نصحح، تشاركنا عبر زوم دكتور حسن من العاصمة القطرية الدوحة. بداية، هل ثمة مفهوم واضح ومحدد ومنضبط لمسألة الفطرة في الإسلام، علما أن الإسلام هو الذي انفرد بها عن كل الأديان والشرائع الأخرى؟ الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وزدنا علما وفقها وإخلاصا يا رب العالمين. أستاذ جهاد، الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لو أعطينا يعني مدخلا للحديث عن الفطرة، تعريف الفطرة حتى يكون هذا الجواب عن هذا يعني مستساغا. الفطرة من حيث التعريف كمدخل لذلك، يعني فطر الشيء بمعنى شقه، ولا تأتي إلا بهذا المعنى. المعنى الأصلي للفطر هو اللغوي، المعنى اللغوي تقصد دكتور؟ المعنى اللغوي هو الشق، ولذلك العرب يقولون يعني فطر نابه بمعنى أنه شقه. وعملية الشق، عملية الشق في الحقيقة ترتبط بمعنى آخر هو الظهور. ولذلك على سبيل المثال عندما يذكر فطر نابه، يعني يخرج هذا الناب ليشق اللحم ليظهر شيء جديد. فالفطر إذن هو الفطر بمعنى هو الشق، والآيات الكثيرة في هذا لا تخرج عن هذا المعنى. هذا المعنى اللغوي. الآن المعنى الاصطلاحي الذي يعنينا هنا بالتحديد، المعنى الاصطلاحي في الحقيقة هو مرتبط بالآية التي ذكرتموها وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد أن قال، بعد أن ذكر في ذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هذا المعنى في الحقيقة يوصلنا إلى معنى الفطرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يدلنا على شيء، أن هذا المولود، هذا الإنسان يولد متكاملا، يولد كاملا، كما تولد الشاة تلد الشاة شاة متكاملة. لاحظنا يعني عندنا مثلا البقر عندما تلد العجل، ولا مثلا الماعز عندما يلد مثلا الجدي، يلد متكاملا. الإنسان هو الذي ماذا يفعل؟ الإنسان هو الذي يقوم بعملية، قد يقوم بعملية شقل الإذن، قد يقوم بعملية بتر لها. إذن هو يغير هذا الشكل. الآن ما المعنى المقصود هنا؟ وهل هناك معنى محدد للفطرة؟
في حقيقة الأمر ذكر علماء المسلمين في هذه المسألة أقوالا كثيرة تصل إلى 7 أقوال أو 8 أقوال، وبعض هذه الأقوال متهافت وبعضها قوي. أصح ما قيل في هذه في مفهوم الفطرة هو النظام التكويني، وهذا الكلام ذكره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، هو النظام التكويني الذي خلق الله عليه هذا المخلوق، النظام التكويني. طبعا والنظام التكويني هنا هو مرتبط بأمرين، مرتبط بشكله وسمته الخارجي، ومرتبط بداخله. بالداخل نقصد به القلب والنفس والعقل وما إلى ذلك، لها فطرة محددة. إذن من الفطرة أن يولد الإنسان كاملا على هذا الشكل. عملية التحويل الآن هي خروج عن الفطرة. أختصر ما تقدم فأقول المقصود بالفطرة هنا كما جاء في الحديث وكما يفهم من جزئياته هو قابلية الإنسان لأن يتأثر، وعند الإنسان استعداد. هذه الفطرة هي استعداد الإنسان لأن يتقبل، وخاصة ما يتقبله هو الدين الإسلامي. فالله سبحانه وتعالى أوجد على هذا الإنسان على هذا الشكل وعلى هذا النمط ليقبل فطرة الله، وفطرة الله تعالى هي استعداده القلبي واستعداده الفكري واستعداده النفسي ليتقبل أوامر الله سبحانه وتعالى من غير مشقة ولا عنت. هل يمكن المقارنة بين ما تفضلت به نقلا عن الطاهر بن عاشور رحمه الله في أن الفطرة هي النظام التكويني في الإنسان، هل يمكن المقابلة بين هذا وبين ما يقول أهل العلم الحديث من حقيقة علمية من أن الإنسان ابن بيئته؟ هل ثمة مقابلة بين هذا وذاك؟ طبعا ابن بيئته، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا يدل على أن الإنسان يتأثر بالبيئة وبالمحيط الذي يعيش به. وطبعا أبرز شيء هذا التأثير يبدأ من ماذا؟ يبدأ من الأبوين. لكن دكتور حسن، معذرة، يعني جنابك قلت نقلا عن ابن عاشور، يعني هذه المسألة تحتاج إلى مزيد التوضيح. قلت إن الفطرة هي النظام التكويني بمعنى قابلية الإنسان لأن يتقبل الحق وأن يتقبل وحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المعنى ربما يتعارض مع منطوق الحديث الشريف، وهو أن الإنسان كل إنسان يولد على الفطرة، فأهله يهودانه أو ينصرانه أبواه يعني أو يمجسانه. بمعنى هنا وفق مبدأ المقابلة، بمعنى يولد على الفطرة يولد على الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي المقابلة، إما التهويد وإما التنصير وإما التمجيس. أستاذ جهاد، الفطرة المقصود بالفطرة هي النظام. طيب هذا النظام هو عندنا نظام خارجي ونظام داخلي. نعم. لا نتحدث الآن عن النظام الخارجي، ويمكن أن نتحدث عنه قضية التحويل وما إلى ذلك. النظام الداخلي، هذا الإنسان فيه استعداد. يعني الآن عندنا مثلا لو أخذنا النبتة فيها استعداد للنمو، لو أخذنا على سبيل المثال، لأن الفطرة ليست مرتبطة بالإنسان، يعني خواص الإنسان مثل خواص الحديد. الحديد فيه خاصية أنه يقبل مثلا الذوبان، الماء فيه خاصية يقبل السيلان. الآن هذا المولود الذي يولد على الفطرة، يعني يولد مستعدا لتقبل هذه الشريعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لم يقل أبو هريرة فأبواه يسلمانه، لاحظت؟ لأنه لو بقي هكذا لبقي مستعدا ووصل إلى الإسلام. إذن عملية التحويل هذه التي يتحول فيها الإنسان من الشأن الموجود فيه، وهو الاستعداد، دعني أقول الاستعداد، أن يكون مستعدا، لأن الإنسان وهو صغير، طفل صغير، ليست عنده قابلية، يعني عنده قابلية التعلم لكن ليست عنده قابلية الأحكام، لاحظت؟ لا يستطيع أن يحكم، لأن العقل الموجود فيه هو في الحقيقة هو عبارة عن بذرة. نعم. فاستعداد الإنسان لأن يتقبل هذه الشريعة، هذه هي الفطرة. طيب هذا الاستعداد الموجود في الإنسان باعتباره أنه صغير ليست عنده أحكام نابعة من ذاته، يتأثر بالمحيط الموجود به، وأول من يتأثر بهم هو بالأبوين، ثم بالجيران، ثم بالمدرسة، حتى إذا صار الإنسان بالغا مكلفا
صارت عنده استعدادات وصار عنده تحاكم وما إلى ذلك، وبالتالي ينشأ هذا الإنسان لو ترك ينشأ على الاستعداد الكامل لقبول الشريعة. طيب دكتور، يعني أرجو أن يتسع صدرك لأسئلتي، لأن هذه النقطة هي محل بحث هذه الحلقة، وهي القضية التي يترتب عليها النقاش بعد ذلك في كل ما سنتحدث عنه. يعني أنت قلت بأن الإنسان هي الفطرة، هي الاستعداد والقابلية لأن يقبل الله الإنسان الشريعة. طيب يعني كيف، بما تفسر بأن الله سبحانه وتعالى منذ فجر الخليقة يعني أرسل الأنبياء والرسل إذا ما كانت الفطرة هي الاستعداد لقبول الإسلام، فما قيمة إرسال الرسل هنا؟ لأن الإنسان في الحقيقة يعني عندما يولد هذا الإنسان يتأثر بالمحيط الخارجي كما جاء في الحديث. هذا التأثر إذن الإنسان لم يبقى على فطرته. وظيفة الرسل تحديدا هي إعادة الإنسان إلى فطرته. يعني أنا أريد أن أعطيك مثالا على ذلك. قطعة الذهب عندما تلبسها المرأة، ولا أقول يلبسها الرجل لأن في ذلك تغيير للفطرة، هذه فطرة خارجية، عندما تلبسها المرأة لفترة معينة تتآكل، يأخذونها إلى الصائغ. ما الذي يفعل بها الصائغ؟ يعيدها إلى شكلها الأول. فوظيفة الرسل في الحقيقة، وظيفة الرسل بعد كل مثلا قرن أو بعد جيل أو بعد كذا هكذا، وظيفة الرسول هي أن يعيد الإنسان إلى طبيعته وإلى فطرته. نعم. التي وجد فيها. طيب. نظرا إلى ماذا؟ هناك مال وهناك جاه وهناك مغريات وهناك، إذن الفطرة هذه لا تبقى منفردة ولا تبقى لوحدها هكذا، وإنما هناك مؤثرات خارجية، فالرسل يأتون في الحقيقة ليزيح هذا الغبار وليبعد هذا الركام عن هذه الفطرة لتعود من جديد إلى لمعانها وبريقها. فوظيفة الرسل إعادة، وهذه سؤال في الحقيقة سؤال مهم جدا، لا تجد وظيفة يعني من وظائف الرسل أبلغ من هذه الوظيفة. ومن هنا نقول دائما لو ترك هذا الإنسان من غير مؤثرات خارجية، من غير أي مؤثر خارجي، لولد مستعدا لقبول هذه الشريعة ولولد موحدا لله تعالى. فوظيفة الرسل ليست نقضا لما قلناه، وإنما هو تأكيد لما جئنا به، وهو أنه يعيد هذا الإنسان إلى شكله، وكما ذكرنا لكم يعني كما يعيد الصائغ قطعة الذهب إلى لمعانها وبريقها بعد تآكلها، كذلك الرسل يعيدون هذه الفطرة. ولأجل هذا أستاذ جهاد، لأجل هذا هذه الفطرة لا تخرج من الإنسان مطلقا. فقد تجد إنسانا على سبيل المثال يبقى بعيدا عن الله تعالى، وربما مجرما وقاتلا وما إلى ذلك، في لحظات هذه الفطرة، في لحظة من اللحظات يأتيها مثل الشعاع. دعني أقول لك الآن، لو كان عندنا شيء من الرماد، رماد ووضعنا فوقه الحطب، يتخيل إلينا بأن هذا الحطب قد غطى هذا الرماد، هذا الرماد الذي فيه شيء من الجمرات، لكن نفخة هكذا من النافخ، يعني عندما يوقد هذه ينفخ عليها تجد أنها اشتعلت من جديد وأحرقت، في الحقيقة أحرقت كل ما فوقها من هذا الركام الذي جاء إلى الإنسان وكان مخالفا للفطرة التي فطر عليها هذا الإنسان. طيب العلماء اختلفوا يعني حتى ضمن المدرسة الواحدة، يعني ابن تيمية له قول في الفطرة مختلف عن تلميذه ابن القيم الذي قال إنها الحنيفية. هل ينشأ من اختلاف العلماء في ضبط وتفسير معنى ومفهوم الفطرة قيمة واعتبار بحسب النتائج؟ بمعنى هذا الاختلاف هل يؤدي إلى نتائج مختلفة في النهاية؟ بالنسبة للاختلافات، نحن ننظر أولا كما تخلي هذا الحديث، الاختلاف هو شيء طبيعي ما دام أن هذه المسألة ليست من أصول الدين. بمعنى الشيء الوحيد الذي لا يختلف فيه في الحقيقة هو الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، يعني أصول الدين لا يقع فيه اختلاف. بعد هذا سواء تحدثنا عن الفطرة أو مسائل الفقه أو فروع أصول الدين أو ما إلى ذلك، من المنطقي ومن الطبيعي أن يقع الاختلاف. هذا كمدخل، يعني كمدخل لا نجد إشكالا فيما يثار في قضية الخلاف عن الفطرة، هذا كمدخل. الآن
الأمثلة التي ذكرت والتفاسير التي ذكرت لمفهوم الفطرة، هل هو التوحيد وهل هو الإسلام، كلها في الحقيقة تجد فيها ردود. لذلك أنا قلت عندنا 7 أو 8 أقوال وربما تزيد على ذلك. لو أخذنا مثالا على ذلك، قضية التوحيد التي قلت لها، يعني كيف يكون، كيف ينشأ أو نعتبر هذا المولود على الإسلام؟ الإسلام كما قال العلماء وكما هو معروف لديكم، لا يكون الإنسان مسلما ويحكم عليه بالإسلام إلا بعد الشهادتين وإلا بعد المعرفة وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى خلق المولود ولا من غير علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن عدم العلم يصطدم مع القول بأن هذا المولود هو مسلم. يعني لذلك نحن نقول يولد على الفطرة على القابلية. طيب هل هو مسلم؟ طبعا هو مسلم. لماذا مسلم؟ لأنه تحت سن التكليف فهو غير مؤاخذ، من هذا المنطلق يدخل تحت الإسلام. لكن هل نعتبر على أنه مسلم بمعنى أنه يعني تلف أنه عنده الشهادتان والتوحيد والإيمان بالرسل والأنبياء؟ طبعا لا. إذن فلا نخلط هنا بين قول ابن تيمية رحمه الله وبين ما قلنا سابقا، ولا يوجد في الحقيقة بينهما التنافر. فعندما نقول القابلية للإسلام، إذن القابلية للإسلام بمعنى أنه من خصائص هذا المكون لحما ودما وفكرا وعقلا، أنه يقبل الخطاب الإلهي، يقبل الوحي من غير مشقة، من غير عنت، تمام؟ ولا نقول بأنه مسلم بمعنى أنه تلفظ بالشهادتين، لأن عندما تقول مسلم، على أي أساس نقول مسلم؟ ونحن نعلم أن الحديث ما من مولود، هو في رواية كل مولود، يعني ابن النصراني وابن اليهودي وابن المجوسي هو يدخل تحت هذا الحديث، تمام؟ إذن القول بأنه مسلم بمعنى أنه إن مات نحكم عليه بأنه مسلم. وأنتم تعلمون أن كل شخص مرفوع عنه التكليف إلى حد سن البلوغ، بهذا الشكل نفهم هذا المعنى. نعم. اللافت دكتور حسن، في المؤرخين الغربيين وحتى الشرقيين من غير المسلمين يبدون ذهولهم من سرعة انتشار الإسلام في فتوحاته عبر قارات الأربع وجهات الأرض الأربع، ويعني يقولون بأنه لا توجد أمة ولا توجد فتوحات ولا توجد حروب قاربت الفتوحات الإسلامية في سرعتها وانتشارها. هل لذلك علاقة بين الفطرة والإسلام؟ هل لهذه السرعة علاقة بأن الفطرة، لارتباط الفطرة بالإسلام؟ أحسن الله إليك. الآن نحن نعلم أن الدين الإسلامي هو دين عالمي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين كافة. هذه العالمية تحتاج إلى خصيصة أو ميزة موجودة في جميع البشر ليكون هناك تناغم وانسجام بين عالمية الرسالة وبين عالمية البشر. هذا التناغم هو الفطرة، هذا التناغم هو الفطرة. لما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان متناغما ومتناسقا مع الأوامر الإلهية، جعل هذا الدين يقبل، جعل كل البشر الذين يدخلون في هذا الدين بسرعة عجيبة يدخلون في هذا الدين من غير حرج. سأعطيك بعض الأمثلة. يعني الآن هذا الشيء معروف، المؤامرات التي تحاك لهذا الدين في الحقيقة لو أنها حيكت للجبال لهدمت الجبال، أموال تنفق وإذاعات ومخططات ومكائد وما إلى ذلك، ومع هذا يجدون هذا الدين لا يتوقف. يعني أنا أريد أن أشبه هذا الدين بمثابة النهر، خذ مثال على ذلك نهر الفرات أو أي نهر، عندما تضع له حاجزا من الأمام تندلق المياه يمنة أو يسرى، فكلما سعوا إلى وضع حدود له يمنة يخرج ويسرة. طيب لماذا يخرج؟ يخرج لأن الإنسان غير المسلم عندما يدخل إلى هذا الدين يجد شيئا عجيبا، يجد أن هذا الدين يتناسب مع فكره،
يتناسب مع جسده، يتناسب مع عقله. إذن هذا الدين لم يجد فيه في الحقيقة ما يصطدم، دعني أقول ما يصطدم مع مكونات اللسان. جميل. فإذا ما قيل بأن الإسلام بأنه مثلا ينتشر بالسيف، هذه أكذوبة معلومة لدى الجميع، لأن السيف كل ما في الأمر أن السيف يصنع من الإنسان منافقا. يعني إذا كان هناك سيف إذا أنت تشهد أن لا إله إلا الله نفاقا، ثم بعد ذلك ترتد. ما السر أن يصل الإسلام إلى أفريقيا؟ وهل كان هناك سيف في أفريقيا أو في روسيا أو ما إلى ذلك؟ إذن إنها الفطرة. والأديان الأخرى التي حاربت الفطرة أدت هذه المحاربة إلى الانكماش. نعم. يمكن أن أذكر لك أمثلة كيف انتشر هذا الدين من خلال هذه الفطرة. يمكن خذ مثال، لو أخذنا مثالا على ذلك، قضية الجسد. نحن نعلم أنه المكونات الإنسان. طيب دكتور، يعني أستميحك عذرا، يعني هذا أنت أشرت إلى نقطة مهمة، لأنه الآن يجب أن نذهب إلى فاصل، لكن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن انتشار الإسلام بهذه السرعة لأنه وافق البعد النفسي والعقلي والجسدي والروحي عند الإنسان. وهذا يقودنا إلى السؤال عن العلاقة بين الفطرة وتكوين الإنسان، كيف يتكون الإنسان بناء على هذه الركيزة فيه وهي الفطرة. نبحث هذا الأمر بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، هذه عودة نستأنف فيها الحديث عن مفهوم الفطرة الذي قرره الإسلام وأثرها العملي والعلمي في حياة المسلمين. عودة إليكم دكتور حسن الخطاف، أجدد الترحيب بكم. كنت تتحدث عن نقطة حقيقة مهمة جدا قبل الفاصل، ربطت بين انتشار الإسلام وسرعة انتشار الإسلام وبين العلاقة العضوية بين هذا الدين وبين مكونات الإنسان النفسية والعقلية والروحية. أنا أريد أن تبين لنا يعني عضوية هذه العلاقة، وجه هذه العلاقة، أو تأثير الفطرة في تكوين الإنسان من الناحية النفسية والعقلية والروحية، كيف يتجسد هذا التأثير؟ حياكم الله. طيب احنا ذكرنا قبل هذا الفاصل على أنه هذا سبب انتشار هذا الدين هو عالمية هذه الفطرة، وأنها موجودة ومبثوثة في كيان هذا الإنسان. نستخلص من هذا أن الفطرة ليست شيئا ماديا، هذا كمدخل الجواب، سأتي إلى الجواب على سؤالكم. يعني الفطرة ليست شيئا ماديا، وإنما هي أقرب، إن أردنا أن نشبهها، أقرب ما تكون بالكهرباء، تشبيه تقريبي من باب المقاربة، يعني أقرب ما تكون شبيهة بالكهرباء التي تكون هي روح الأجهزة الموجودة عندك. يعني إذا عنده شخص عنده جهاز حاسوب، ولا عنده غسالة، وعنده براد، وعنده مكواة وكذا، هذه القطع المتناثرة التي تشكل بيتا، تمام، هذه روحها هي الكهرباء. في الحقيقة الروح الموجودة في جسد الإنسان هي الفطرة. من هنا الفطرة لها علاقة بفكر الإنسان، لها علاقة، طبعا العقل هو مكون من مكونات الإنسان، ولذلك قيل الإنسان كيف تتجسد هذه العلاقة دكتور؟ تمام، سأتي. ولذلك قيل الإنسان بأنه حيوان ناطق. كيف تتجسد؟ إذن سنأخذ مثالا واحدا للأمثلة كثيرة. الآن الإنسان هذا عبارة عن جسد، لو أخذنا المثال الخارجي الجسد له احتياجات، النوم احتياج من احتياجات الجسد، الجنس احتياج من احتياجات الجسد، الطعام والشراب احتياج من احتياجات الجسد. انظر كيف يمكن أن نأخذ أمثلة أخرى عن الجوانب النفسية وما إلى ذلك، لكن يعني من أجل حتى لا نطيل في هذه المسألة. الآن لو أخذنا الجانب الجسدي، من فطرة الإنسان
أن يحقق متطلبات هذا الجسد. ما الذي جاءت به الشريعة؟ إذن الفطرة الجسدية تتطلب، الرجل يتطلب امرأة والمرأة تميل إلى الرجل، هذه فطرة لا يمكن التنازع حولها. لكن هذه الشرائع الأخرى والأديان الأخرى أتت لتلبيها أيضا، سأتي إلى هذا. يعني لاحظ أنت، خذ مثال على ذلك، الذي جاءت به الشرائع الأخرى إما أنها جاءت تقييدا أو جاءت تفليتا، وهذا لا يتناسب مع الفطرة. يعني الفطرة الإنسانية أن تكون هناك علاقة. خذ مثال على ذلك الرهبنة. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ورهبانية ابتدعوها. عملية الرهبنة، لو أخذنا مثال على ذلك، عملية الرهبنة يعني عملية التخوف من الله تعالى وبالتالي العبادة له، وهذا يقتضي من أولئك من الرهبانيين، يقتضي ماذا؟ أن يبتعد الجنس عن الآخر، يعني كأنه تبتل وانقطع إلى الله. هذا المفهوم يصطدم تماما مع احتياجات الجسد. هذا الاصطدام أدى إلى ماذا؟ قد يؤدي بالرجال إلى ملاحقة الأطفال، لا يؤدي إلى الشذوذ، وهذا طبعا الأمثلة على ذلك كثيرة ومشهورة. إذن لاحظ، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم التبتل. إذن هذا نوع من مصادمة الفطرة. عندما جاءت الشريعة لم تجعل هذا الأمر متفلتا تفعل كما تشاء، وهذه نوع من البهيمية. لاحظ لماذا نوع من البهيمية ولماذا تؤثر على الفطرة؟ لأن الإنسان عندما يطلق العنان لشهوته كما يريد، في الحقيقة لن يكون هناك مجتمع ولن يكون هناك نسب. ونحن نجد أن الشيخوخة التي ضربت الشرق والغرب، سبب من أسبابها هي انتكاسة هذه الفطرة. نعم. بل سأعطيك مثال آخر. لاحظ إلى قضية، أنت ذكرت على أن الأديان الأخرى أو الأمم أو الشعوب تعطي، لا تعطيها باعتدال. إما أنها تنكمش وتصطدم وتحرم هذه الفطرة، وبالتالي يؤدي إلى التنازع، وهذه الفطرة تذهب إلى كما قلنا إلى الشذوذ. خذ مثال على ذلك المثال الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن قوم لوط. لأنهم قلبوا الفطرة قلب الله سبحانه وتعالى عليهم عاليها على سافلها. الفطرة الجسدية هي أن هذا مثال، الفطرة الجسدية أن يميل الرجل إلى المرأة وأن تميل المرأة إلى الرجل، وبالتالي إبعاد الرجل عن المرأة بشكل كامل وحرمة الزواج وما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى نسف الفطرة، وأيضا الإفلات يؤدي إلى ضرب هذه الفطرة. أيضا عندنا مثال آخر، لاحظ إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة يجسد لنا موضوع الفطرة يعني بشيء رائع. عندما جاء نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم وغيره، وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم، انظر إلى قضية الفطرة، قال أحدهم أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، والثاني قال أصلي ولا أرقد يعني ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فإني أصوم وأفطر، لأن هناك حاجات للجسد، أصوم وأفطر وأصلي وأنام، هناك حاجات للجسد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه الثلاث في الحقيقة هذه الثلاث التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين أن هذه الفطرة البشرية الموجودة الإنسان مرتبطة مع الوحي وتحتاج إلى معالجة وليس إلى تناضح. نعم، حقيقة ليس فقط في موضوع الرهبنة، حتى في بعض المذاهب النصرانية هي التي تربط الإنسان بزوجة واحدة ولا تحل له طلاقها، وإذا وقع البغض فربما يجد نفسه مضطرا لقضاء وطنه خارج إطار الزوجية فينتشر الفساد ويختلط النسب. لكن دعني أعود معك إلى نقطة مهمة ذكرتها في مستهل الحلقة أيضا دكتور، عندما قلت بأن الإسلام بناء نقلا عن الطاهر بن عاشور هو التكوين، هو قابلية التكوين أو قابلية الإنسان للشريعة الإسلامية. هذا يقودنا إلى مبحث عقدي مهم جدا، وهو قضية الخير والشر أو التحسين والتقبيح. نريد أن نبحث معك لو أذنت أثر الفطرة أو دورها أو ماهيتها في قضية التحسين والتقبيح أو الخير والشر. طيب الآن نحن الخير والشر، ما هو الخير وما هو الشر؟
يعني دائما نحن عندنا يعني في قضية المحادثة في مثل هذه المسائل أن نضبط المصطلحات. في الحقيقة الخير والشر هما مفهومان نسبيان، بمعنى أنه ما تراه شر، ما تراه شر قد أراه خير، وما أراه خير قد تراه شر. هذا المفهوم النسبي، هذا المفهوم النسبي لم يتركه ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يقع البشر في حالة تصادم. ولذلك تجد الأخلاق النفعية اليوم، الأخلاق النفعية اليوم، البوارج والصواريخ والمدرعات وما إلى ذلك، ترى في احتلال البشر خيرا. فما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ جاء الوحي فضبط لنا مفهوم الخير من مفهوم الشر. هذا الضابط جاء بأمرين، يمكن أن نقول هذا الضابط جاء بأمرين، جاء من جهة الوحي، فما بينه الله لنا من خير فهو خير، وما بينه الله لنا من شر فهو شر. يعني كل شيء طلبه الله منا فهو خير، وكل شيء نهانا الله عنه فهو شر. الضابط الثاني هو قضية العقول. يعني الضابط الثاني، معذرة دكتور، الضابط الثاني ما هو؟ الضابط الثاني هو العقول، وتقترب منه الفطرة، وسأتي إليها. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الفطرة ليست مكونا كباقي المكونات. الفطرة موجودة في العقل، الفطرة موجودة في الروح، الفطرة موجودة في الجسد، الفطرة موجودة في النفس، لكنها ليست مكونا. تمام؟ إذن الضابط الأول هو قضية الوحي، فما بينه الله خير فهو خير، وما بينه الله شر فهو شر. ومن هنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ كجانب عقدي، لأن الإنسان في حقيقته قد لا يدرك مفهوم الخير والشر نظرا إلى تصادم المصالح. الضابط الثاني أو المعيار الثاني هو العقل، لكن هذا العقل طبعا إحنا عندنا العقول، عندنا عقل جمعي، عندنا هذا لنربط بين العقل الجمعي وبين الفطرة. المقصود بالعقل الجمعي هو العقل الكلي. يعني لو جئت أنت مثلاً ب10,000 شخص، لأنك لو جئت بشخص واحد، العقل الواحد، نتيجة التربية قد يرى الخير شراً والشر خيراً. فهذه العقول في الحقيقة غرس الله فيها كما يقول العلماء كواشف لمعرفة الخير والشر. من هنا جعل الله في هذه العقول فطرة لا أقول تحسن وتقبح، لأنه في الحقيقة نحن عندنا يعني كمفهوم لأهل السنة والجماعة التحسين والتقبيح مرتبط بالشرائع، بمعنى أن الإنسان ليس مؤاخذا يعني إذا لم يأتي إليه شرع، ليس مؤاخذا يوم القيامة. يعني قد يعرف هذه الأشياء، لكن رحمة به تفاصيل. أن الله تفاصيل الخير وتفاصيل الشر لا تعرف إلا بالشريعة وبالوحي. بالضبط، تفاصيل الخير وحتى الكليات، قال العلماء قد تعرف الكليات، يعني تعرف من كلية الصدق أنه خير، وتعرف أن الكذب أنه قبيح، وتعرف العدل بأنه حق، وتعرف الظلم بأنه باطل. لكن ما يترتب على هذه الأشياء هو شيء لا يدرك إلا بالشرع. ومع أن هذه الكليات العقلية، دعنا نسميها مفهوم العقل، مفهوم الخير ومفهوم الشر، يعني تبقى هنا هذه في الحقيقة هي موطن اختلاف كبير جدا، وهذه لا تصلح أن تكون عامة. بمعنى أن الله لم يلزمنا بأن نعرف العدل وما يترتب عليه، ولم يلزمنا بأن نعرف الصدق وما يترتب عليه، لأنه لو ألزمنا بذلك، طبعا قبل الوحي حتى الآن، لو ألزمنا بذلك انطلاقا من عقولنا لتاه الناس في الحقيقة، ولكلفهم الله سبحانه وتعالى في استطاعتهم. وجزء من الفطرة الإنسانية أن الله لا يكلف هذا البدن فوق استطاعته. نعم. طيب دكتور حسن، يعني العلماء تفيض كتب الفروع وكتب أهل العلم على مدى التاريخ الإسلامي بالحديث عن فساد الفطرة أو انحرافها. نريد أن تحدثنا لو سمحت بشيء من الاختصار حتى نذهب إلى فاصل، عن مظاهر الانحراف وأسباب انحراف الفطرة. طيب، أسباب الفطرة أخي، هذا الانحراف كما قلنا، الفطرة في الأصل هي النظام التكويني الموجود في الإنسان.
لكن هذه الفطرة، المال قد يؤثر عليها، المصلحة قد تؤثر عليها، الجاه قد يؤثر عليها. التنازع بين مفهوم الخير ومفهوم الشر، عندما يبتعد الإنسان عن الوحي، الضابط لنا الحقيقي هو الوحي. ما طلبه الله منا فهو خير، وما نهانا الله عنه فهو شر. إذن عندما يبتعد الإنسان عن الوحي ويقدم أنانيته ويقدم مصالحه الشخصية، خذ مثال على ذلك، مفهوم الربا على سبيل المثال. عندنا أمثلة كثيرة يمكن أن نأخذها. المال عندنا لا ينتج مالا، بمعنى مال تضعه في مكان لوحده لينتج مالا لا ينتج. لكن عندما تجد أن الناس يتعاملون في الربا، يعني هناك شيء جذبهم إلى هذا، هو الحب، حب العجلة، حب العجلة في الحصول على المال. هذا المعنى يصطدم مع الوحي. إذن حب التملك الزائد وحب المال الزائد، وهذا موضوع يمكن أن نناقشه الآن بعد الفاصل. نعم. حب المال الزائد هذا يجعل الإنسان في الحقيقة ينحرف عن الفطرة فينكمش، وربما يسرق من أجل ما معنى حب المال الزائد؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل التملك فطرة في الإنسان. لاحظت؟ يعني حب التملك فطرة في الإنسان، لكن هذا التملك له ضوابط في الشريعة عندنا. عندما يصبح المال مقصدا، المال عندنا هو وسيلة، مقصدا لذاته، وسيلة لغيرها. نعم. المال ليس مقصدا لذاته. عندما يصبح مقصدا لذاته تقصد؟ عندما يصبح المال مقصدا لذاته، من هنا ذمه الشرع. ولذلك عندما ذم الله تعالى الدنيا ما ذمها لذاتها، بل نحن مطلوب منا أن نستثمر الدنيا وأن نأخذ من خيراتها وأن نعمل فيها، لكن عندما تصبح الدنيا وما فيها نعم. على أنها مقصد من المقاصد، بالتالي نحن نجعل يصل الأمر إلى عبادتها، من هنا ذم الله سبحانه وتعالى نعم. الدنيا والمتكالبين عليها. وهذا يستلزم الحديث عن منهاج الإسلام في حماية الفطرة الإلهية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وكيفية تنميتها. هذا ما نبحثه بعد وقفة أخيرة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم دكتور حسن. يعني طالما أن الفطرة هي مستودع الإنسان لقبول الوحي، أو هي موطن الإنسان لقبول الوحي إذا صح التعبير، ما منهاج الإسلام في حماية هذه الفطرة وفي تنميتها؟ طيب المقاصد، الصوت مسموع الآن؟ أسمعك تفضل. طيب لو أخذنا مثال على ذلك، يعني أراه هو يجمع هذه المسائل كلها ويجيب عن هذا السؤال. نحن عندنا شيء يسمى بمقاصد، والحديث عن مقاصد الشريعة، والبرنامج هو المقاصد. مقاصد الشريعة وكليات الشريعة معروفة خمسة: المحافظة على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. طيب وهذه لها علاقة أصلا بمكونات الإنسان. لو لاحظنا إلى قضية المكون الثاني أو الشيء الثاني الذي نهتم به هو الجسد. الأولا الجسد. طيب إذن كيف حافظت الشريعة على هذه الفطرة، وكيف نمت هذه الشريعة هذه الفطرة؟ من جزء من الشريعة، جزء من عناية الشريعة بهذا المخلوق هو قضية المحافظة على هذه الفطرة، المحافظة على الجسد، ثم المحافظة على العقل، ثم المحافظة على العرض، ثم المحافظة على المال.
لو أخذنا الثلاث، هذه الثلاث هي مكونات أساسية من مكونات الفطرة أو من مكونات الإنسان، دعنا نقول هو الأصح تعبيرا، الجسد والعقل والعرض، هذه الأشياء الموجودة في الإنسان. كيف حمت الشريعة هذه الفطرة وهذه الأشياء الثلاثية؟ كل واحدة من هذه، الجسد، المحافظة على الجسد، المحافظة على العقل والمحافظة على العرض، حمتها الشريعة من طرفين، وهي بذلك تحمي الفطرة. حمتها من جانبين، من الجانب الأول أنها دعت، على سبيل المثال المحافظة على النفس، لو أخذنا المثال المحافظة على النفس، دعت الشريعة إلى الزواج. لماذا؟ لأن الزواج فيه تحقيق للفطرة، وفيه حتى لا فيه تحقيق لغريزة الجنس. نعم. وتحقيق غريزة الجنس في الحقيقة فيها تحقيق للمحافظة على هذا الإنسان، لأن الذين حاربوا الزواج الآن كما ترون في هذه المجتمعات وقعوا في شيخوخة. إذن أولاً أول شيء مثلاً عندنا الدعوة إلى الزواج، لاحظنا هذا مثال على ذلك. نعم. إذن من جهة البناء دعنا نقول هذه المكونات، هذه الفطرة الموجودة في هذه المكونات حافظت عليها الشريعة من جهتين، من جهة البناء والتنمية، ومن جهة الدفاع عما يواجهها من أخطار. نعم. فالأخطار التي تواجه الجسد، القتل، الظلم على سبيل المثال، حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن من الفطرة أن نحافظ على جسدنا. يعني الآن لو أن شخص مثلا مد يده علينا، على أي شخص، من الفطرة أن الإنسان يدافع عن نفسه. وحتى لا ننسى أن هذه الفطرة هي موجودة في الحيوانات أيضا. إذا كذلك العقل، نحن لاحظ يعني المحافظة على العقل، الفطرة موجودة في العقل والفطرة موجودة في العرض. المحافظة على العقل تأتي من جانبين. نعم. من جانب التنمية وهو التفكير والعمل والقراءة والتأمل وما إلى ذلك. نعم. تمام. وهذا ينتج حضارة، هذا ينتج حضارة يمكن. نعم. أن نتحدث عنها. ومن جانب آخر حرمت كل ما يؤذي هذا العقل. طيب. كالخمرة وما إلى ذلك. طيب. إذن بهذا الشكل حمت الشريعة في الحقيقة الفطرة الإنسانية الموجودة في مكوناته. وكما ذكرنا ولا ننسى أن الفطرة ليست جرما، يعني ليست جسما، وإنما طيب. هي مبثوثة في الإنسان، مبثوثة في روحه، مبثوثة في نفسه. خذ مثال على ذلك النفس. طيب أرجو بقي يعني قليل جدا من الوقت، لو أذنت لي أن أقاطعك وحتى نستوفي الحديث هذا دكتور، يعني بقي لي سؤال حتى تجيب عنه براحتك وثلاث دقائق معي. يعني الإسلام كما تعلم انفرد عن كل الشرائع والأديان بتقرير مفهوم الفطرة، وهو مفهوم أسي في الإسلام. طيب كيف انعكس هذا المفهوم حضاريا على الفرد وعلى المجتمع المسلم والدولة المسلمة؟ طيب نحن نعلم أن الحضارة الإسلامية قامت على ثلاث أركان. الركن الأول هو النص وهو الوحي، والركن الثاني وهو هذا الإنسان الذي يتفاعل مع الوحي، والركن الثالث هو هذا التفاعل، هذا التفاعل، تفاعل الإنسان مع النص، يعني مع القرآن، مع الوحي. هذا التفاعل أنتج حضارة. هذا التفاعل، يعني لنأخذ مثال على ذلك، مثلا على سبيل المثال تمدد الإسلام، لو أخذنا مثال على ذلك تمدد الإسلام، لو أخذنا على مثال ذلك العمل أو الإنتاج أو الزراعة أو إتقان العمل، كلها في الحقيقة مرتبطة بالوحي، ومن جهة أخرى مرتبطة بالإنسان. فالإنسان عندما يصدق، التاجر المسلم يصدق، طيب هذا الصدق كان سببا في انتشار الإسلام. الصدق هذا يحقق للإنسان شيئا أو جزءا من مكوناته، وهي التملك. يعني عندما يصدق يربح، إذن في الحقيقة وصل إلى شيء يغذي أو ينمي هذه الملكة، وهي ملكة التملك. إذن لاحظ الصدق والأمانة والإخلاص والإحسان، هذه في الأصل هي خطاب من الله للإنسان. عندما عمل هذا الإنسان بالخطاب الإلهي امتدت هذه الحضارة. فلا تجد في حضارتنا من حيث العموم، ونحن نتحدث عنها بشكل مطلق، لا تجد في حضارتنا على سبيل المثال، وأخذ مثال واحد، أين الآن لا تجد قضية الانتحارات في الحضارة الإسلامية؟ حتى في بلداننا الآن التي تشع فيها الحروب لا نجد فيها هذا الانتحار. لماذا؟
لماذا نجد هذا الانتحار في الدول الاسكندنافية وأمريكا وفي أوروبا وفي غيرها، مع أن هذا الجسد وهذا الإنسان حقق كل ما يصبو إليه؟ لأن هناك تصادم مع هذه الفطرة، وبالتالي أدى هذا التصادم إلى تقوقع هذا الإنسان، بل إلى فناء هذا الإنسان، لأن الحضارة، لا أسميها حضارة، المدنية هي تلفظ أنفاسها الأخيرة. نعم، أشكرك دكتور حسن، يعني أدركنا الوقت في الحديث في هذا الموضوع المهم، بقية إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الدكتور حسن الخطاف، أستاذ العقيدة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حراسة الله.